اليوم في الوجدان. والحقيقة صار في عنا اتصال معهم وسبقون بذلك. مع ثلاث دول إذا أجوا الرقابة الدولية كان بي إذا ما أجوا على أنفسنا. تفضل بس. احنا يكون في وحده. المرحله الاولى من الانتخابات احنا انهيناها، والمرحله الاولى اللي هي عباره عن التسجيل، اليوم بالذات انهينا تسجيل السجلات او انهينا التعامل مع سجل الناخبين. كان عبر المده في ناس اقترحت او تبين لها انه في تكرار الاسماء. تكرار الاسماء هو جزء شيء عادي، لانه لساتنا احنا عمالنا بنعمل في تظبيط كل الديسكات، والان عندنا الديسك خالص ومنتهي وسنوزعه على الفصائل. في عندنا حوالي 2 مليون شخص مسجل فوق 18 سنه، احنا مسجلنا تحت ال 17، ولكن السجل اللي بيكون معكم راح يكون اللي عمرهم فوق ال 18 فما فوق في يوم الاقتراع. إذا انتهت الحفلة الأولى أو المرحلة الأولى من الانتخابات اللي هي التسجيل. الآن اليوم تبدأ المرحلة الثانية اللي أنتم بتشاركوا فيها، اللي فيها عملية الترشيح تبدأ من اليوم ولمدة 10 أيام. الترشيح أنا لازم أقولكم أنبه للفصائل جميعا والائتلافات، لأنه الترشيح هو ليس فقط الفصائل أو أي مجموعات 5 أو 6 أو 7 حسب يعني في نظام خاص له بتلاقوه. أهم شيء إنه هاي الأوراق لما تقدم للجنة الانتخابات يجب أن تكون متكاملة وكاملة وصحيحة بالكامل لجميع الأعضاء اللي موجودين في السجل. الدعاية الانتخابية إحنا عملنا عمل أنا في رأيي مهم جدا، وهو بمبادرة من الفصائل وبمساعدة لجنة الانتخابات عملنا كود اوف اونر، يعني ميثاق الشرف. وقانون الانتخابات بيطلب انه الناس ما تسجل ما تحكي لا في الجوامع ولا في المساجد، شو الفرق بيناتهم، لا في ولا في الكنائس ولا في المعابد ولا في اي مكان ديني، ما تتهجم على اي شخص ثاني، ما تحمل سلاح، ما تعمل كذا، يعني كلها أمور متواضعة بسيطة. ولكن بس ولكن حقيقة نجاح الانتخابات يا إخوان يتوقف بشكل كبير على التعامل بين الفصائل نفسها أو القوائم بين بعضها. ولا العملية سهلة جدا، بنروح على الانتخابات كل واحد بحط هالورقة وبتنتهي العملية. وإحنا في رأينا أنه حصلت تجاوزات حتى الآن، تجاوزات يمكن متواضعة نوعا ما، ولكن احنا طالعين على غزة اليوم هلا بعد هذا الاجتماع من اجل التأكد ان هاي الوثيقة اللي كتبناها الناس ملتزمة بها لكل التفاصيل. والله هو كمان بيجربها عليك.